كما يطيب لي ونحن على أرض الشهداء أن أتقدم إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وإلى الشعب الجزائري الشقيق بأسماء آيات التهاني بمناسبة الذكرى 68 لثورة التحرير الجزائرية المباركة. هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا. كما يسعدني أن أتوجه بالتهنئة إلى فخامته على رئاسته لأعمال هذه القمة، معربا عن ثقتنا بأن خبرة فخامته وحكمته ستكللان أعمالها بالنجاح والتوفيق. وبالشكر لفخامته وإلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وشعبها الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد المميز لهذا اللقاء الهام.